السلام عليكم، كيفك يا أختي؟ تعبيني، معاي مرض السرطان. سرطان شو؟ وين؟ معدتي منتشر بالبطن. لا، قدي صار لك؟ سنة ونص. عم تاخدي جرعات؟ عم تعالجي؟ في تحسن؟ ما في تحسن أبدا؟ كل شقد بتاخدي الجرعة؟ والواحد وعشرين يوم. وين عم تاخديها؟ مشفى الإماراتي. شو اسم حضرتك؟ أميرة. أميرة؟ مين ساكن هون بالبيت؟ مين ساكن معك بالبيت؟ أختي. أختي عايفة جوزة هاي البيت لأمي. توفت أمي ونحن قاعدنا. يعني انتوا قاعدين ببيت امك هون، انت واختك لحالهم؟ مين طلع علي هون؟ مين؟ تعبان كتير بينك. اميره، واحد زائد واحد؟ اثنين. 500,000. هي 500,000. ايش؟ اثنين وواحد 300. 500 تانية. هاي 1,000,000 ليرة ربحتيها بعرق جبينك لتكملي العلاج. شو بلزمك بتتصرفي؟ تمام؟ يعطيك العافية. تأمرينا بشي؟ سلامتكم. أختك أكبر منك؟ إيه. يا رب. يعني أنت خليك قاعد إذا بدك أنت. انت من بعد الله بتصرف عليهم؟ ايه. شو في وارد مادي؟ في شيء يعني شايلات حالهم؟ منتظر عليهم، ما شايلات حالهم، وجهنا لخيهم يشيلون. هي بحيس نقاوموا هن قايمات بحملهم وبهمهم. انت شو بتقربية؟ اخته. انت وياها بالبيت؟ لا، اختي الثانية اللي بالبيت. انت وين ساكنه؟ انا بقى بالحاره، بس انا بيتي لحالي. بس اللي سكانات البيت البرا لحهون طلعت معاها ومنطلطل عليهم كلياتنا، بس هن يعني ساكنات بديار امهم وشاكيات حملهم لله تنتين. اي شو اسمها هي المنطقه بسفيري هون؟ شو اسمها الحي الحاره يعني؟ الشارع 7 نيسان اذا بدك تجي على الشارع، او الحاره الجنوبيه شرقيه. فتر راسنا لقينا الدوار. يا رب ادامكم الله. السلام عليكم. الله يجزيكم الخير. شو بتحكي لنا يا مريم؟ حياتك يا ولد. والله حياتنا صعبة. اي اي ليش خجلاني؟ 4 و1. 4 زائد 1. 5. 200. 200,000. يلا السلام عليكم. فحنن علي تكرما واجل صدان قلبي واجل صدان قلبي واجل صدان قلبي بصفو محبة أعطى الجزاء وأنعمه.